والآن إلى أبرز ما ورد في الصحف اليوم، ونبدأ من صحيفة الجمهورية. هذا ما كشفته أوساط سياسية مواكبة لمفاوضات التشكيل للجمهورية. أبلغت أوساط سياسية مواكبة لمفاوضات التشكيل إلى الجمهورية أن الأمور تبدو حتى هذه اللحظة محكومة بحدين: لا اعتذار قريبا ولا تقدم نوعيا في اتجاه التأليف. ولفتت هذه الأوساط إلى أنه على رغم هذا الواقع، إلا أن لدى رئيس الجمهورية والرئيس المكلف إصرارا مشتركا على مواصلة السعي إلى معالجة العقد الحكومية وتدوير زواياها، وهما لم يستسلما لها بعد ولم يسلما حتى الآن بالعجز عن حلحلتها. وأشارت الأوساط نفسها إلى أن المطلوب التفاهم على اختيار وزير سني حيادي لحقيبة وزارة الداخلية يكون اسمه موضوع تقاطع بين عون من جهة وميقاتي والرئيس سعد الحريري من جهة أخرى، وكذلك الاتفاق على وزير للمال يكون مقبولا لدى عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري. من صحيفة الجمهورية ننتقل الآن إلى صحيفة نداء الوطن، حيث عنونت: الغاز مهدد بالانقطاع ومخاوف من انضمامه إلى سوق المازوت والبنزين السوداء. لن يستثني لهيب أزمة المحروقات أي قطاع. غاز البوتان والبروبان اللذان يستعملان في المنازل وعلى صعيد واسع في آلاف الأفران الصغيرة والمعامل والمطاعم عرضة للانقطاع في الأيام القليلة المقبلة. قطاع الغاز الذي ظل حتى الأمس القريب محيدا عن أزمة المحروقات نظرا لحجمه الصغير، لحقته لعنة عدم فتح الاعتمادات وتوزيعها بحسب المحسوبيات. ونظرا إلى كون المخزون الموجود لا يكفي لأكثر من أسبوع، فإن أزمة غاز بدأت تلوح في الأفق وتنعكس انقطاعا لهذه المادة في الكثير من الأسواق والمحلات وتحولها كالمازوت إلى سوق سوداء. أيام قليلة ونكون أمام مشكلة من اثنتين: إما فقدان الغاز نتيجة عدم فتح الاعتمادات وانقطاع المازوت، وإما رفع الدعم عنه من دون وجود آلية بديلة لتأمين متطلبات الأسر والأفراد. وفي الحالتين يستحق السؤال: هل يشعل الغاز غضب المواطنين وضمائر المسؤولين بعدما فشل كل من المازوت والبنزين، أم يكون مادة جديدة للتندر والوقوف في الطوابير؟ والآن ننتقل إلى جريدة اللواء، حيث كتبت: الإهمال على حاله والاستهتار يزيد الإصابات بشكل مخيف، عداد كورونا يبشر بكارثة جديدة على أبواب الشتاء. فيما لا يزال كم كبير من المقيمين على الأراضي اللبنانية من مواطنين شعب وسلطة أو وافدين نازحين ولاجئين يعيشون في دنيا بعيدة جدا عن تفشي فيروس كورونا، فيسرحون ويمرحون ويعيشون تفشيا للوباء، فإن العداد اليومي للإصابات لا يزال منذ الشهر وأكثر يسجل أرقاما لن يحمد عقبى تفشيها أبدا، خصوصا أننا أصبحنا تقريبا في الشهر الأخير من الصيف لينطلق العام الدراسي الجديد، وكل الخوف أن نكون أمام موجة تفشي وعام جديد من الأونلاين. وفي هذا الإطار أعلنت وزارة الصحة العامة أمس في تقريرها اليومي الخاص بتفشي الفيروس عن تسجيل 1552 حالة جديدة أثبتت مخبريا. وفي السياق غرد مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي دكتور فراس الأبيض عبر حسابه الخاص على تويتر قائلا: باختصار، أرقام كورونا أسوأ هذا الأسبوع من ذي قبل. عدد المرضى في المستشفيات إلى تصاعد وهو منح عام مستمر. المستشفيات والعاملون فيها في قمة الإنهاك مع ظهور تحديات جديدة كل يوم. ننتقل إلى جريدة الجمهورية مجددا، حيث كتبت: آلية تهريب داخلية، هكذا يباع المازوت في السوق السوداء. تعليقا على بيان نقابة المستشفيات أمس وما أشارت إليه من عملية بيع للمازوت في السوق السوداء، كشفت مراجع معنية بالقطاع للجمهورية أن أصحاب الشركات المستوردة للمحروقات التي تنعم ببحر من المازوت في خزاناتها بدأوا منذ فترة العمل بآلية تهريب داخلية بدلا من التهريب الخارجي، بعدما أعيقت عمليات التهريب كما كانت في اتجاه الأراضي السورية، ففرضت رسوما إضافية على موزعي المحروقات من خارج الفاتورة الرسمية بمعدل يتراوح بين 2 و4 بالحد الأدنى، وصولا إلى 7 دولارات فريش أحيانا عن كل صفيحة مازوت، شرط قبضها بالعملة الورقية سلفا وقبل تسليمها بونات المازوت.
وأضافت المصادر أن هذا الواقع فرض على الموزعين استيفائها من الزبون أيا كانت هويته، مستشفى أو جمعية خيرية أو مؤسسة خاصة. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر زوم ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة. صباح الخير أستاذ فادي. صباح النور لكم المشاهدين، يعطيكم العافية. أستاذ فادي، سأبدأ بأزمة انقطاع مادة المازوت المستمرة والتي هي سبب تدهور كبير في الخدمات من مولدات، عمل الأفران، المستشفيات، المياه والاتصالات. بصراحة تامة، يعني ما سبب مشكلة المازوت الحقيقي؟ يعني فينا نأكد ونختصر الموضوع أن الوضع صعب. الوضع صعب، صرنا فترة عم نعيش بصعوبة بعد الدولة والمسؤولين ما حركوا ساكن. للأسف المواطن اللبناني، الله يعين المواطن، عم بيعاني من قطع الكهرباء، من تقنين كهرباء، منه متوفر الكهرباء ولا متوفر مادة المازوت. اليوم في قطع الكهرباء بلبنان، الدولة مازوت للشركات وللمنشآت، لنحن نقوم بدورنا كموزعين ونأمن كرمال الكهرباء، لأنه الكهرباء هي الحياة. يعني بحكي بكل أسف، الدولة منا عم تطلع ومنه شايف شو عم بيعاني المواطن اللي كلنا تحت سقف الدولة للأسف، وأنا شايف ما بقى في عنا دولة. استاذ فادي، هناك معلومات ان اصحاب الشركات المستورده يعني للمحروقات واللي خزانتها مليانه مازوت بداوا بالتهريب الداخلي ليستفيدوا يبيعوها للسوق السوداء. قبل كانوا عم بيهربوها خارجيا طبعا. شو معلوماتك حول هذا الموضوع؟ اول شيء معلوماتي بحب صحح لك، لازم نقول بعض الشركات، اذا في من شركات عم يقوموا بهذا الموضوع. انا اللي عرفته اليوم صار عدة اتصالات صباح اليوم، صار في اتصال مع رئيس تجمع الشركات الأستاذ جورج فياض، وأكد لي في صعوبة بالموافقات المسبقة. تعرف الموافقات المسبقة من قبل مصرف لبنان، والدولة اللبنانية عارفة هالشيء. نحن منطالب عبركم أنه يكون في اهتمام بهذا الموضوع، لأنه حسب ما خبرني الأستاذ جورج في صعوبة اليومين ثلاثة أربعة ما بنعرف، في صعوبة كثير كبيرة، لأنه مادة المازوت عند الشركات ما بقى في كميات، كل شيء عم بيصير بالقطارة، في حاجة كثير كبيرة بالسوق، السوق اللبناني بحاجة إلى 17 مليون لتر يومية استهلاك مادة المازوت، لأنه كل ساعة دوران عندنا بين 500 و 800 ألف لتر لو المترات يعني ببعض المنازل. هذا الشيء وين بده ينحل؟ بده ينحل عبر الدولة. اليوم الأستاذ جورج فياض رئيس التجمع ونحن كموزعين راح نكتف اتصالاتنا وراح نتواجه مصرف لبنان اتصالات انه الوضع صعب، ما راح نقدر نتحمل اكثر ما تحملناه، صرنا فتره طويله عم نتحمل. شو بدكم؟ بدكم تلغوا الدعم؟ تفضلوا خذوا القرار، مواطن مرتاح، ما بقى ناقصنا هم ومشاكل، في مواطنين بالمنازل عم تتوفى من وراء قدرتها، ما في بقى مادة المازوت، ما في كهرباء، المستشفيات نعم بحاجة لمادة المازوت، المستشفيات وعدوا انه اليوم راح يعملوا حل عبر المنشآت، بعد لحديت الآن ما شفنا في حلول، موتورات الكهرباء بتضيع كذلك الأمر، آبار كذلك الامر حياه. نعم استاذ فادي، نعم استاذ فادي، الكونكشن عندك عاطل جدا، بدنا نعتذر منك، رح نرجع ندق لك باتصال هاتفي هلا يعني بعد دقائق، بس لانه الكونكشن الزوم عندك جدا عاطل. اذا مشاهدينا، نحن عم نحكي عن ازمه المازوت والبنزين، مثل ما كنت عم بقرا انه ازمه المازوت حاليا اخذت منحى جديد عن اليه تهريب جديده، اليه تهريب داخليه مش خارجيه،
كنا عم نحكي أنا والأستاذ فادي أبو شقرة عنها، رح أرجع أقول البيان عن نقابة المستشفيات تعليقا على بيان نقابة المستشفيات أمس وما أشارت إليه من عملية بيع للمازوت. أصبحت عملية البيع عم بتصير تهريب داخلي مش خارجي. بتصور أستاذ فادي صرت معنا جاهز اتصال؟ رح نرجع نحاول اتصال بأستاذ فادي مجددا. كنت عبارة أنه كشفت مراجع معنية بالقطاع للجمهورية أن أصحاب الشركات المستوردة للمحروقات التي تنعم ببحر من المازوت في خزاناتها بدأوا منذ فترة العمل بآلية تهريب داخلية بدلا من التهريب الخارجي بعدما أعيقت عمليات التهريب كما كانت في اتجاه الأراضي السورية، ففرضت رسوما إضافية على موزعي المحروقات من خارج الفاتورة الرسمية بمعدل يتراوح بين 2 و4 بالحد الأدنى وصولا إلى 7 دولارات فريش أحيانا عن كل صفيحة مازوت، شرط قبضها بالعملة الورقية سلفا وقبل تسليمها بونات المازوت. وهلأ رح ننتقل لأستاذ فادي أبو شقرة عن جديد. أستاذ فادي عم تسمعنا؟ نعم. كنا عم نحكي عن بخصوص بعض الشركات المستوردة للمحروقات ويلي خزاناتها مليانة واللي عم بتهرب المازوت داخليا لتبيعه للسوق السوداء. اللي عم يشتغلوا بالسوق السعودي هني بعض التجار، ونحن بالنسبه لنا كموزعين نحن ضده، نحن بيهمنا السعر الرسمي اللي بيصدر عن وزاره الطاقه نلتزم فيه اكيد مع النقل للصعاريج وللبيكابات التوزيع، هذا الشيء معروف، بس مش هون المشكله، ما بدنا نرمي الاتهامات على بعضنا، اليوم المشكله بالبلد هو التقنين، هو عدم توفر البواخر، الموافقات المسبقه من مصرف لبنان. ونحن مناشد عبركم، مناشد كل المسؤولين، إذا بعد في مسؤولين بدي أحكيها بكل صراحة، فخامة الرئيس، وزير الطاقة، حاكم مصرف لبنان، يا مسؤولين الشعب بحاجة لإلكم بهالوضع الصعب اللي عم يمرق فيه البلد. موتورات كهرباء مطفية، مادة المازوت منا متوفرة، كهرباء لبنان ما عم بتأمن الكهرباء، عم تعطي ساعة خلال 24 ساعة، شو ناطرين؟ لكل الشعب اللبناني لا اله الا الله. ماني عارف انا احكيكم بكل صراحه، الاتصالات عم تكون من كل المناطق من كل الاراضي اللبنانيه على حساب 100 لتر مازوت او 200 لتر مازوت، والمسؤولين منن واعيين شو عم بيصير اليوم ببلدنا الحبيب لبنان. نعم استاذ فادي، في موضوع المنشآت التابعة للدولة اللبنانية يقال ايضا ان هناك من محسوبيات، ما هي المعطيات لديك حول هذا الموضوع؟ أنا بالنسبة لي ما تسمح تكلم بهذا الموضوع، إذا السؤال بينسأل لمديرية عام النفط ولوزارة الطاقة إذا في شيء من هالكلام، صحيح، مثل ما بتسمعوا حضرتكم يمكن كلنا عم نسمع. نعم، بالإضافة هلأ حالياً لأزمة المازوت والبنزين، نحن الآن هلأ أمام أزمة غاز مستجد مهدد بالانقطاع، هل برأيك رح نشهد طوابير غاز وشو برأيك هو السبب الرئيسي بركي عدم فتح اعتمادات؟ أنا كان عندي اتصال مع النقيب زينون اليوم وخبرني إنه الغاز لمدة 10 أيام في بالبلد إذا ما صار في موافقات مسبقة من قبل مصرف لبنان، يعني الغاز مثل ما نحن صايب الغاز سيبقى بموضوع المحروقات، وبنرجع بنكرر إذا ما صار في تحرك جدي بأقرب وقت خلال 14 ساعة 15 ساعة من قبل الدولة من قبل الحكومة من قبل وزير الطاقة مع مصرف لبنان، الأغني منا مطولي على صعيد القطاع ككل، ما فينا بس نقول غاز، مازوت، بنزين، في تقنين بكل شيء، والله عين المواطن شو بده يحمل. أنا برجع بكرر إنه كان في اتصال مع رئيس تجمع الشركات وبلغني باختصار إنه الوضع صعب. نتمنى يكون في تجاوب من المسؤولين مع رئيس تجمع الشركات مع الشركات لحل الموضوع المحروقات بأسرع وقت ممكن لنتدارك المشكلة قبل ما توصل على بلدنا الحبيب. نعم استاذ فادي، قد ايه عم تنبيع تنكة البنزين بالمحطات والفرق بينه وبين قد ايه عم تنبيع بالسوق السوداء؟ اليوم تنكة البنزين 75,600 ليرة، هذا السعر الرسمي من قبل الدولة اللبنانية ونحن كلنا نلتزم فيه على المحطات. اللي ما بده يلتزم فيه قدامه وزارة الاقتصاد والمراقبة من قبل الدولة وكل الأجهزة اليوم عم تتحرك وتراقب هذا الموضوع، فيني أكد هذا الموضوع إنه عم يتراقب.
نعم استاذ فادي، بنهايه هالمقابله لمين بتحمل المسؤوليه الكبرى؟ هل لمصرف لبنان؟ هل لوزاره الطاقه؟ لاي جهه بتحمل المسؤوليه المشاكل اللي عم نعيشها بلبنان او ازمه المحروقات اللي عم نعيشها بلبنان؟ نحن كلنا تحت سقف الدوله والدوله بتتحمل المسؤوليه، منو حضرتكم تلفزيون جديد ولا فادي ابو شقره ولا اي شخص بيتحمل المسؤوليه، الدوله بتتحمل المسؤوليه والدوله عارفه شو فيه وشو عم بيعاني المواطن وما عم بتحرك ساكت، ليه؟ ما بعرف، اذا اخذين موضوعنا نحن موضوع المواطن اللبناني بالسياسي، نحن ما دخلنا بالسياسي، يتفضلوا يألفوا حكومه اليوم قبل بكره وكفى مسايدات، وزير بالناقص وزير بالزايد لا راح يقدم ولا راح ياخر اذا راح البلد، والبلد تأكد لك اذا بنضلنا هيك ما بعرف وقت اخذين البلد، والبلد خلص بالنهايه انتهى البلد، يعني انا بتاسف اقول هالكلام بس المؤسسات كلها صار فيها ريان، ريان كلي. نعم، ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي ابو شقره شكرا لك. مشاهدينا فاصل ونرجع لبرنامج الحدث مع الزميل رامز القاضي.